الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى صحيح البخاري، احنا أخذنا ما قيل في أولاد المسلمين، هنا قال ما قيل في أولاد المشركين، وهذه فيها أقوال 7 أو أقوال 8 صراحة. قال ما قيل في أولاد المشركين، نعم، فروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة من 7 المكثير عن الأمين، وترجمة القرآن. زينا في هذا السؤال الآن، قال لي المشرفون يأتون بالأسئلة الآن هنا، وقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا يعملون. هذه جعلت بعض العلماء يجزمون أنهم ليسوا في الجنة، الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا يعملون. وروى بالسند المشهور، قال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع من ثقة الأثبات رواه الجماعة، وقال عن أخبرنا شعيب من ثقة الأثبات عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دلال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال كل مولود يولد على الفطرة، نعم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. قال ما قيل في أولاد المشركين أيضا، يعني هو أتى بها لأنه علم أن المسألة فيها أقوال كثيرة مختلفة عن العلماء، نعم، وقد اختلف العلماء على أولاد المشركين، حق اختلفوا على أولاد المشركين كما قلنا في بأقوال كثيرة. القول الأول أنهم من أهل الجنة، وهؤلاء يستدلون بحديث أبي هريرة الأخير، أن أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على الإسلام، فقالوا إن كان على الإسلام فهو إلى الجنان، نعم، ومات صغيرا إذن هو غير مكلف، إذن مآلوا إلى الجنة. فالقول الأول قالوا بأنه في الجنة، وقد قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومعنى الله أعلم بما كانوا عاملين أي قد علم أنهم لا يعملون شيئا ولا يرجعون في وقت يعملون فيه، وهذا المختار لأنهم ليسوا مكلفين فكيف يحاسبون على شيء، ومعلوم أن المكلف لا يحاسب على سيئة فكيف يحاسب على الكفر. والقول الثاني هم خادم أهل الجنة، وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دلال المشركين قال هم خادم أهل الجنة، وهو مذهب سفيان الثوري. القول الثالث أنهم من أهل النار، وهذا أضعف الأقوال أنهم من أهل النار، هذا أضعف الأقوال، وطبعا أصلا استدلنا بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة نشون الغارة فيهم النساء وما فيهم صغارهم قال هم منهم، قالوا إن كانوا هم منهم إذن فنهايتهم نهايتهم، مآلهم فهم في النيران. ورد عن ابن أبي طالب في تفسير قوله تعالى الذين أمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان أحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، جزاكم الله الخير. هذه دلالة على أنهم معهم، مآلهم في مكانهم، وإن كان هذا طبعا فيه نظر كبير، وهذا أضعف الأقوال. وأضعف الأقوال أن هذا الحديث لو طيب نرد عليهم واحد واحد. القول الرابع أن الله يبعثهم ومن مات في الفترة، يعني هم يختبرون. القول الخامس الوقف في أمرهم، والوقف في أمرهم لقول الله جل في علاه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وفي الوقت قال الله أعلم بما يعملون لو عاشوا. هناك أيضا قول خامس، والقول الخامس قال بأنهم يصيرون ترابا، وهذا القول أنهم في المنزلة بين الجنة والنار. الحق أن نقول الراجح الصحيح في هذا الباب أنهم في الجنة، الراجح الصحيح في هذا الباب أنهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إبراهيم عليه السلام لما ذكر إبراهيم عليه السلام
فقال وكان حوله أولاد المسلمين، قالوا أولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. كان حوله أولاد المسلمين، قالوا أولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، يعني كانوا حوله وأولاد المشركين كانوا حوله. وبهذا يكون الأمر في هذا الباب دلالة واضحة جدا على أن أولاد المسلمين وأولاد المشركين في الجنة. وهذا يعني الظن بالله جل في علاه، يعني هم أصلا غير مكلفين، كيف يحاسبون؟ هم غير مكلفين أصالة، فكيف يحاسبون؟ فالحاصل الصحيح الراجح في هذا الباب بأنهم في الجنة. وأما قولهم الله أعلم بما كانوا يعملون، يعني قد علم أنهم لا يعملون شيئا ولا يرجعون في وقت يعملون فيه. أما أنهم خدم أهل الجنة قد وردت الأثار على ذلك، وكانت أثار ضعيفة، لكن هم في الجنة، يعني المعنى أنهم في الجنة. والقول الثالث أنهم أهل النار، وهذا أضعف الأقوال، أضعف الأقوال في قولهم من آبائهم. هذا في حالة خاصة، كيف يعممها؟ الحالة الخاصة أنهم قالوا إن نغير على القوم، ففيهم الأطفال وفيهم النساء، ولأن النبي نهى عن قتل الأطفال والنساء، فقالوا الإغارة عليهم لا تكون ولا تكتمل إلا بقتل الجميع. قالهم منهم تبعا لهم في، يعني هم تبعا لآبائهم في هذا الحكم ما دمتم لا تستطيعون الفصل بينهم. وأما في قولهم بأنهم يبعثون في من أهل فترة ذكر أهل الفترة لم يكن فيهم الصبي، ولو ذكر فنقول الراجح المحكم أنهم من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم حول إبراهيم في الجنة. القول بأن نقف في أمرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، هو قال أيضا في أولاد المسلمين الله أعلم بما كانوا عاملين. فصحيح الله أعلم بما كانوا عاملين لو كبروا كيف يكون، والصحيح أنهم في الجنة، الصحيح أنهم في الجنة. بعض العلماء يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين لها احتمالات، منها أن يكون قبل إعلامه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. والثاني أي على أي دين كان يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل، وأما يدعون منهم العمل فهم في رحمة الله. الثالث أنه مجمل يفسره وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريهم، نعم فيه عام يطفي أولاد المسلمين وأولاد المشركين، فأما مات منه قبل البلوغ فهو من أهل الجنان لا من أهل النيران، لا سيما أن الله تعالى قال ولا تزر وزرة وزر أخرى. الآن فضل من ربنا ونعمة، يعني كما قلنا على مشارف الانتهاء من كتاب الجنازات، كتاب الجنائز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.